بسبب خلاف عائلي أدى إلى ثروة كبيرة جدا، وترك شركة بيما وأديداس من أكبر وأعظم الشركات في العالم. في هذه الحلقة يا إخوان سوف نتكلم عن شركة بيما وشركة أديداس وحقيقة نجاح هذه الشركتين، ولماذا هذا الخلاف ترك شركة بيما وأديداس تصبح من أكبر وأعظم الشركات في العالم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورجعنا معكم يا إخوان في مقطع جديد. وفي هذا المقطع سوف نتكلم عن قصة نجاح شركة بيما وأديداس، وما علاقة شركة بيما وأديداس اللي العديد من الأشخاص لا يعرفون علاقة بيما وأديداس، هذه الشركتين الكبيرة في العالم. قبل ما نبدأ هذا الفيديو إخوان، لا تنسوا الصلاة على النبي عليه أفضل الصلوات والسلام، ولا تنسونا بزر اللايك والاشتراك في القناة. أتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات. هذا الفيديو إخوان متعوب عليه جدا، فأتمنى أنكم تضغطوا على زر اللايك لكي ينتشر هذا الفيديو إلى أكثر عدد من المشاهدين. وخلونا نبدأ قصة اليوم. القصة يا إخوان تبدأ في سنة 1925 في أحد القرى في ألمانيا. كان رجل عجوز عنده محل لإصلاح الأحذية، وكان عنده ابن الكبير اسمه رودليف والابن الصغير اسمه أديف. أديف يا إخوان كان يعني شاب جدا جدا ذكي، وكان يحب الأحذية وصناعة الأحذية لدرجة كبيرة جدا، ودخل يعمل مع أبوه في هذا المحل. حتى في يوم من الأيام طاحت عليه فكرة جدا جدا رائعة، وفكرة كانت قوية جدا. والأحذية الرياضية يا إخوان في تلك الفترة كانت غير موجودة نهائيا، يعني العدائين واللاعبين كانوا يلعبون بدون أحذية. فالأب استغرب من هذه الفكرة وطبقوا هذه الفكرة، وبدأت مبيعات كبيرة جدا. الأولمبياد كانت منظمة في سنة 1930 في ألمانيا، وأديف استغل هذه الفرصة، وأديف قال لأخوه أنه يصبح شريك معاه في هذا المتجر. بدأوا إخوان يصنعوا الأحذية الرياضية اللي كانت عندها شهرة في هذا المنطقة. سنة 1930 تنظمت الأولمبياد في ألمانيا، وأديف استغل هذا الفرصة للترويج لهذا الحذاء. تواصل مع أحد العدائين وأعطاه الحذاء، والغريب في الأمر هذا المتسابق وصل هو الأول. تخيلوا معي أن هذا الحذاء اشتهر لدرجة كبيرة جدا، ولكن الشيء المحزن هو أن الحرب العالمية الثانية كانت قريبة جدا، والخناق ما بين الأخوين والخلافات ازدادت أكثر يا إخوان. خلاف ما بين أديف ورودليف بسبب العمل وبسبب الأموال تركتهم أنهم يفصلوا الشركة ويغلقوا الشركة نهائيا. وصلت الحرب العالمية الثانية وتم إغلاق الشركة بصفة نهائية. لما انتهت الحرب يا إخوان قرر أديف أنه يفتح شركة خاصة به، ورودليف يفتح الشركة خاصة به. أديف فتح شركة أديداس، ورودليف فتح شركة بيما، وكانت المنافسة جدا
جدا جدا قوية والخناق جدا قوي. تخيلوا معي أن في ألمانيا كانت منافسة كبيرة جدا ما بين أديداس وبيما. تخيلوا معي حتى أصحاب المطاعم ما كانوا يعطوا الأكل للناس اللي كانوا يدعموا بيما والمطاعم الآخرين اللي كانوا يدعموا أديداس. كان خناق كبير جدا ومشادات كبيرة جدا، ولكن الشركتين نجحوا وطريقة التسويق لهذا الشركتين كانت جدا جدا عبقرية. ولكن اللي ترك شركة بيما وأديداس أنهم يشهروا ويصبحوا من أكبر الشركات في العالم هو هذا الخلاف يا أخوان، الخلاف اللي تركهم أنهم ينفصلوا عن بعضهم البعض وينافسوا بعضهم البعض، وكل شخص يصنع حذاء أكثر من الآخر. حتى في يوم من الأيام قرر أديف صاحب شركة أديداس أنه يروج حذاءه عند المنتخب الألماني، ولما لبسوا هذا الحذاء فاز المنتخب الألماني وازدادت شعبية وشهرة حذاء أديداس. ايضا رودليف صاحب بيما روج لحذائه عند بولي ومارادونا. تخيلوا العالم لما شافوا هذا الحذاء يلبسه مارادونا وبولي، اشتهر هذا الحذاء لدرجة كبيرة والشركات اصبحت القيمة السوقية عندهم كبيرة جدا. تخيلوا معي بان شركة أديداس بدأت تدخل سنويا اكثر من 20 مليار دولار وشركة بيما اكثر من 5 مليار دولار سنويا، يعني الشركتين كانوا يدخلوا ارباح كبيرة واصبحوا من اكبر الشركات في العالم. تخيل معي لولا خلاف أديف ورودليف الأخوين ما كنا سوف نرى شركة بيما وأديداس. الخلاف يا إخوان وأيضا المنافسة هي اللي تتركك أنك تصبح إنسان ناجح وتتركك أنك تطور نفسك يوم على يوم. المنافسة يا إخوان هي اللي تتركك أنك تنافس خصمك وتعمل أشياء بجودة عالية وتطور نفسك لدرجة كبيرة. المنافسة هي جزء من النجاح، وكانت هذه إخوان هي قصة اليوم لأديف ورودليف الشركتين بيما وأيضا أديداس شركتين الأخوين الأعداء. وشكرا يا إخوان إذا وصلتم لهذا الدقيقة، أتمنى أنكم تضغطوا زر اللايك، تشاركوا الفيديو وتشاركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.